بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا بحلقة جديدة، واليوم راح تكون الحلقة في المسجد الأقصى عن أبواب المسجد. الأبواب عددهم قديش تعرفوا؟ 15 باب. 15 باب في منهم 10 مفتوحات وخمسة مغلقات. اليوم راح نبلش بالأبواب المفتوحة ونحكي عنهم. بدنا نوصل عند أول باب، باب الأصباط، ونحكي عنه. طيب نبدأ من باب الأصباط. باب الأصباط موجود في السور الشمالي، هاي المنطقة كلها. طلعوا هاي كل المنطقة، شايفين هذا السور كله، هذا السور الشمالي للمسجد الأقصى. باب الأصباط موجود في السور الشمالي على الجهة الغربية، يعتبر الباب الرئيسي بعد إغلاق باب المغاربة، لأنه هذا أقرب الأبواب على أبواب السور. يعني شايفين قدامنا، شايفين القوس اللي قدام، هذا القوس اللي قدام هذاك باب الأصباط تبع البلدة القديمة. في باب الأصباط لسور القدس، في باب الأصباط للمسجد الأقصى. هذا أمامكم هو باب الأصباط تبع المسجد الأقصى. في الأسم ثاني، هو أسم باب ستنا مريم، لأنه قريب على كنيسة القديسة حنة اللي حسب المعتقدات المسيحية مكان ولادة ستنا مريم. خلينا نروح على الباب الثاني من الجهة الشمالية اللي هو باب حطة. طيب هذا باب حطة اللي هو واحد من أقدم أبواب المسجد الأقصى، موجود بين باب الأصباط، الباب اللي كله عنده هلا، هي آخر الطريق هذيك. باب حطة موجود بين باب الأصباط وباب الملك فيصل اللي هلا رايحين عنده إحنا. واحد من أقدم أبواب المسجد الأقصى، وسمي بهذا الاسم نسبة للآية الكريمة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. خلينا نروح على باب الملك فيصل. بالمناسبة هاي الطريق كلياتها الشمالية، السور الشمالي كله للمسجد الأقصى، هذه كلياته مدارس لحد الآن، مدارس ل يعني هم هيك كاتبين، شايفين الصف السادس الأساسي. فهاي المناطق كلياتها هي عبارة عن مدارس حاليا. بين وصلنا باب الملك فيصل، هي ودي قدامنا نشرح لكم عنه شوي. باب الملك فيصل، أو في ناس بسموه باب العتم، موجود في منتصف السور الشمالي. يعني احنا هذا السور الشمالي كلياته شايفينه انتم هلا، هو موجود في المنتصف تقريبا بالنص بين باب الغوانمة وباب باب حطة. من أسماءه كمان في له اسم باب شرف الأنبياء وباب الملك فيصل. باب الملك فيصل نسبة لزيارة الملك فيصل ملك العراق للمسجد الأقصى، أجا زار المسجد وتبرع لترميم المسجد الأقصى، فسموا واحد من أسماء الأبواب هو باب الملك نسبة للملك العراقي. عشان أفرجيكم بس شوي، أنزل عن المصطبة، هاي الباب بالضبط. طلعوا هو كيف من المنتصف جاي أمام قبة الصخرة، يعني بتطلع بتدخل من الباب بتلاقي هذا زي ما سميه الفيو قدامكم. طيب احنا وصلنا عند باب الغوانمة اللي هو اول باب في السور الغربي. احنا كنا نحكي عن السور الشمالي اللي هو هذا السور الشمالي كلياته، احنا هلا عند السور الغربي. فباب الغوانمة موجود في الزاوية الشمالية من السور الغربي، هو باب زي ما انتم شايفين صغير الحجم، بيختلف عن الابواب اللي فرجناكم اياها. وسمي باب الغوانمة نسبة للحارة اللي بوصلها، هي حارة الغوانمة. وبالنسبة لعائلة الغوانمة يعتقد انه هذه العائلة اجت مع صلاح الدين الايوبي على القدس، فسموا هذا الباب باسم باب الغوانمة. باب المجلس، احنا موجودين عند باب المجلس اللي موجود في السور الغربي. هل يمكن تستغرب تحكوا ليش مكتوب هون باب الناظر وهناك باب المجلس؟ هلا بحكيكم ليش. هذا الباب موجود في السور الغربي من الجهة الشمالية بعد باب الغوانمة. هاي شايفين المأذنة هناك، احنا كنا عند الباب الأبلو اللي هو باب الغوانمة، وهاي مأذنة الغوانمة. اسمه مشهور حاليا باب الناظر نسبة لناظر الحرمين الشريفين، وهي هي كانت وظيفة زمان المماليك بتعطي للي بتولى إشراف، تعطى عفوا للي بتولى إشراف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. نروح على باب الحديد لقدام نحكيكم عنه. بالمناسبة بس قبل ما نوصل شوفوا الطريق هاي، استمتعوا شوي بالمنظر لحد ما نوصل على باب الحديد. باب الحديد، باب الحديد موجود في الرواق الغربي بين باب الناظر وباب القطنين. اسمه في له اسم تاني كمان، باب أرجون، هو اسم تركي معناها بالعربي الأرجون، معناها الحديدة، الحديدة باللغة العربية. سمي بهذا الاسم نسبة للأمير المملوكي اللي جدده أرجون الكاملي. هذا هو باب الحديد، شوف شو مكتوب هون، هاي باب الحديد جدده الأمير أرجون الكاملي بالفترة المملوكية بين سنة 755 هجري لسنة 758. شايفين هالباب هذا، شوفوا واحد الباب هذا، باب القطنين، واحد من أجمل
أبواب المسجد الأقصى موجود في وسط السور الغربي بين باب الحديد وباب المطهرة. بوصل للسوق، هلا طلعوا المدخل تبعه. هذا أمامكم بتشوفوه، هذا سوق القطنين، واحد من أقدم الأسواق اللي باقي لحد اليوم موجودة. السوق الباب موجود في منتصف السور الغربي، لو بنلف هيك بتدخل منه بتلاقي قدامك قبة الصخرة هيك. باب المطهرة الموجود قريب من باب القطنين، هي باب القطنين تمشي خطوتين لأنت باب المطهرة. باب المطهرة أو باب المتوضأ، لأنه موجود في مكان للوضوء، هو الباب الوحيد اللي ما بينفذ على البدل القديم، يعني هو باب مغلق، يعني بس تدخل على المتوضأ وبتطلع منه لأنت وين؟ قدام قبة الصخرة بتطلع لفوق. احنا مش رح نطلع هلأ فوق، نكمل لأنه في عنا جنبنا هون باب السلسلة. وهي مأذنة السلسلة، شوية خليكم تشوفوها، مع انه صرنا واصلين يعني نحكي عن المأذنة. بالمناسبة هذا مكتب ترميم المخطوطات القديمة في المسجد الأقصى، وهي بلشت تبين مأذنة السلسلة. طيب نحكي عن باب السلسلة، هو موجود في الرواق الغربي، احنا لحد الآن في الرواق الغربي للمسجد الأقصى. كمان بضم شارع، أو هو نهاية لشارع، شارع السلسلة اللي بضم عدد كبير من المدارس الموجودة في هذا الشارع. هلا بفرجيكم الشارع وين هو. له في مدخلين، هاي المدخل الأول، شوي نسرع شوي صغيرة. هاي المدخل الأول، هذا على اليمين شايفينه المسكر، هو هذا مسكر لح بيفتحوه بس بالضرورة. والمدخل الثاني اللي هو هذا اسمه باب السلسلة، اللي هو مفتوح وبوصل ل طريق، بكون نهاية الطريق باب السلسلة اللي فيها المدارس. نسيت احكي لكم معلومة، انه هذا الباب المسكر اسمه باب السكينة، وهذا باب السلسلة. وين ضايل؟ ضايل اخر باب، باب المغاربة. طيب اخر باب، الشرطة معونة نصوره، هاي الباب اللي وراي انتم شايفينه، هيك الباب وراي شايفينه بالضبط، هيك باب المغاربة، وهو الباب الوحيد المفتوح لكن ممنوع دخول المسلمين اليه. الباب سرقت قوات الاحتلال المفتاح تبعه بسنة 67 ومنع دخول المسلمين له، وهذا الباب اللي بيقتحموا منه قوات الاحتلال المسجد الأقصى وبيعتدوا على المصلين، وهو الباب القريب على حائط البراق. ويقال بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ربط دابة البراق اللي كانت في رحلة الإسراء والمعراج في حائط البراق، ودخل من هذا الباب على المسجد الأقصى. وهيك بنكون خلصنا أبواب المسجد الأقصى المبارك، ونراكم قريبا في داخل الساحات. تدخلوا من باب وتطلعوا تشتروا فطور من باب الثاني، ترجعوا من باب الثالث وتدخلوا على باب، المهم الاخ هاي كلها تدخلوا على كل باب. نراكم، السلام عليكم.